علاش ناس ما كيعرفوش بعضهم مجموعين هنا بالسوايع مبهوطين بالحاجة اللي عاملة فحل شي عرض ديال السيرك. كيتعاود وكيتعاود وكيتعاود. شنو الحاجة اللي جذبهم في هذا الشيء؟ وشنو سبب هاد التبوريشة اللي خلت كل من هو واقف يتشوك جلده في الوقت اللي استفبت الخيل كدوز من قدامهم؟ القلب كيضرب، الخاطر كيتشد، وكل ما زاد الخيل يجري ويجري ويجري كل ما زاد كل شي يزيد يشوف يرد معاهم البال. كل شي حابس النفس وجامد كيستنى يسمع صوت تخريجة. وغير كتخرج العمارة النفوس كتنخف كتطلق فحال إلا كانت مربوطة. التهلال هنا وهناك كيعلم منين كتخرج العمارة بدقة واحدة. وهنا كل شي كيبان كيتفهم. هاد القفص الطويل للخيل، هاد القرشة الحامية، هاد التهليلات، هاد الحالة الهيجان، ديك التفريغة التالية للبارود، ديك الغبار والدخان الأبيض، ديك الرجوع المهدن الحالة الأولانية، إيه هادي هي تبوريدا. السلام عليكم. هادي بالتصرف ديالي طبعا كانت عبارة قالها الكاتب ميشيل فان دير يوخت ملي شاف الأول مرة في حياته هاد العرض ديال الخياله في المغرب. هاد المشهد اللي غادي تكون حتى انت اكيد تصادفتي معاه شي نهار، حيت القناه الاولى دابا كدوزو بزاف في التلفازه، وحيت هو منتشر في المنطقه المغاربيه عامه وفي المغرب بشكل خاص. كنعرفو حنا باسم التبوريدا، التبوريدا اللي ماخوذه من كلمه البارود. في الامازيغيه كنستعملو كلمه تاغزوت اللي كتعني المحرك، وبالفرنسيه كنسميوه الفانتازيا، وهي الكلمه اللي سمى بها رسام الفرنسي دو لاكرو هاد العروض بالخطا ملي كان جزر في المغرب، ولكن مع ذلك بقات معروفة به. لكن كاين أسماء دارجة أخرى بحال الخيالة وصحاب البارود بحال أغنية الشاب خالد، وكلها أسامي مختلفة لهذا العرض الضارب بجذوره في التاريخ. بزاف منا أنا مثلا شحال هادي، ويمكن حتى أنت إذا سولتك دابا على التبوريدا ربما غادي تقول لي أنها مجرد عرض فولكلوري كيشبه الحركة والحروب في المغرب ديال شحال هادي. كيجريو فيه شي خيالة لابسين لباس غريب مزوق، هما كيقولوا شي هضره ما مفهوماش، وتقدر تكون كاع من اللي ما كتعجبهمش التبوريدا وتقول لي انها مجرد تخربيقه كيعاودوا فيها فلاحه عندهم خيل في المواسم نفس الشيء مرارا وتكرارا. لكن الحقيقه هي ان الامر اعمق شويه، اكبر واغنى واقدم من كيفاش انت كتشوفوا دابا. حيت اذا رجعنا للتاريخ غادي نلقاو انه كاينه لوحه ديال هذا العرض في الهايد بارك في لندن، وغادي نلقاو ان مصير البلاد تغير جذريا غير حيت سلطان مغربي قرر يلعبها واحد النهار. فمنين جات ووقتاش بدات وكيفاش حتى وصلت انها اليوم تتسجل باسم المغرب في التراث الثقافي اللامادي ديال اليونسكو. اجي معايا نتبعوا صوت البارود اللي كيعاود الايام التبوريدا، اجي نعاود لك الحكايه من الاول. لمدة طويلة والمؤرخين كان كيحسب لهم أن الخيل ما دخلت للمغرب حتى العصور المتأخرة. بالحق التنقيبات بينت أن هذا المخلوق كان موجود في أرض ليبيا اللي هي تسمية المغرب القديم منذ بداية التاريخ، وهذا اللي كتشهد عليه الرسوم اللي تلقات بالأطلس الصحراوي، واللي العلماء دابا كيقولوا أنها كترجع للألفية الخامسة قبل الميلاد. وهذا الشيء كيعني أن الوجود ديال الحصان العود وديال الناس اللي كيعجبهم ينقشوا في الحيوط هو قديم بزاف في المغرب الكبير، الشيء اللي خلى السكان الاولى يهجنوا هاد المخلوقات بجوج ويربيهم، يشلو مع الثانيين لكن نشحوا مع العود باش يكون معين ليهم في بزاف الاغراض. فملي تنظمت الحياه والانسان بالمغرب الكبير عرف التحضر نوعا ما كان الحصان معه، ويمكن هو اللي كان مع الحصان ورافقوا بعضهم في هذه المسيره الطويله. فيرجيل واحد الشاعر روماني، واسمح لي ناكد هنا على بديهيه ان روماني ما عندها علاقه بدوله رومانيا ولا بمدينة الروماني، هاد الشاعر خلى لنا كتابات كيعاود فيها على واحد الأسطورة كتقول أنه فجوا القرطاجيين من تونس لشمال المغرب ديال دابا نزلوا بواحد الغابة مقدسة، ومن حفروا فيها جبروا راس حصان فحل، وهذا حسبهم هما كان رمز ديال النصر العسكري والعيشة الهنية على طول الأيام. كان هذا هو الرمز اللي قتلهم الآلهة ديالهم غادي يجبروه باش يبنيو مدينة عظيمة في هاد الجهة من الأرض.
ورغم انها مجرد اسطوره حيت القرطاجيين غادي ياكلوا من بعد اكبر صرخه في العالم القديم وراس العود ما غادي ينفعهم في والو. فالثالث هو ان الحصان كانت عنده قيمه ومكانه في المجتمع الشمال الافريقي والمغربي بالاخص، كيف ما اشار شاعر روماني اخر اسمه لوكان اللي قال انه ممكن انك تعرف المغربي الموري غير من الركبه ديالو على العود بلا سرج ولا لجام. المهم رغم ان المغربي حاليا تقدر تعرفو حتى بحاجه اخرى، فهاد الحصان اللي كان في ارض ليبيا كامله تسمى بالحصان البربري او بالفرنسيه شوفال بار، وتسميه هنا ما عندها حتى معنى خايب حيت الامبراطوريه الرومانيه في ديك الوقت كانت اصلا باسله وكتشوف راسها هي كلشي وكل ما سواها بربري. الالمان براسهم كانت كتسميهم بربر، لكن اذا بقينا في الخيل ديالنا فجاء في الوصف ديال هاد الخيل انها عندها وجه طويل ومحدودب مقمقم كيف ما كيقولوا في بعض الجهات، ظهرها قصير والديل ديالها مدلي بشكل واضح. هذا النوع بارب معروف انه ثقيل المظهر لكن سلس القياده، صبار وسباق. الميزه ديال الخفه والسباق هي اللي خلاته يكون مشهور في العالم القديم، فاش بانت المهاره ديالو ايام الحروب البونيقيه الاولى والثانيه، وهي الحروب اللي كانت بين القرطاجيين والرومان، وهي نفس الحروب اللي شارك فيها حتى الامازيغ بعد ما خان فيها ماسينيسا والامازيغ اللي معاه حنبع على القرطاجي لصالح روما. فيها كانوا الفرسان ما كيمشيو الا بهذا النوع من الخيل اللي تكلموا عليه مؤرخين الرومان بزاف من امثال ديودور دو سيسيل. الامازيغ بكل فروعهم كانوا فرسان مهاره وكيقدروا يركبوا على الخيل بلا سروج ولا شكيمه ولا حتى ركاب. هذه اذا سبق لك ركبتي على حصان في الماضي لاحصنه السيرك ما محسوباش، فهي حاجه صعيبه بزاف حيت كيصعب عليك ديك الساعه التحكم في الفرس مزيان. ولكن مع ذلك هاد الفرسان كانوا معروفين في الامبراطوريه الرومانيه على انهم محاربين شجعان ومقاومين. صعبوا الماموريه على العسكر الروماني اللي واجهوه اثناء توسعه في شمال افريقيا حيت الرومان كانوا مثقلين بالدروع والسروج، لكن الامازيغ كانوا خفاف كيدوزوا بحال شي طياره كيخرجوا من كل بلاصه بالخيل ديالهم ما ملبسينها لا ركاب ولا حتى الجامات. وهذه الميزات هي اللي خلت الجيش الروماني من بعد يعتمد عليهم في الحروب ديالو. واذا مشيتي شي نهار لروما كاين تما عمود اسمه عمود تراجان يخلد معارك شارك فيها الفرسان المور المغاربه في شرق اوروبا الحاليه، بل انهم شاركوا حتى في مناطق ابعد، وهذا الشيء استمر الى ان وصل العرب. كيف ما فيرجيل الروماني وغيره بينوا ان الحصان في شمال افريقيا هو مخلوق مرتبط بعالم الروحانيات الحاجه اللي خلت عنده قدسيه، فحتى العرب كان عندهم حب وارتباط قوي بالخيل حيت اعتبروه بحال اللي كيقول الحديث النبوي مخلوق معقود في نواصيه الخيل. بهذا الفرس كان المسلمين الاوائل ينشروا الاسلام وبه دخلوا الارض ليبيا اللي تلقى فيها الفرس العربي بالحصان البربري لاول مره، جوج السلالات اللي كتربطهم نقاط متشابهه وكتبعد بيناتهم نقاط اخرى. الحصان البربري ذو المظهر الصلب الا انه خفيف في المسافات القصيره وممكن توقفه في وقت قياسي، والعربي اللي مظهره رشيق وركوبته خفيفه. فملي دخلوا العرب واستقروا بعد سنين من الحرب وبان لهم الحصان البربري وعرفوا بقيمته زوجوه مع الخيل العربيه، ومن هذا التزاوج جات الفصيله المعروفه عالميا باسم الفصيله العربيه البربريه، وهذه هي خيل تبوريده. هاد الخيل شاركت مع فرسانها خصوصا فرسان قبائل زنات الامازيغيه فتح الاندلس. هاد الفرسان تعرفوا ديك الساعه في الاندلس بالمهاره والشجاعه لدرجه ان البلاطات المسيحيه بحال القشتاليين واراغون جابوا بعض الخيال الزناتيين وتعلموا منهم الطريقه اللي كيركبوا بها الخيل. ولحد الساعه في اللغه الاسبانيه زناتي تعني فارس، ولحد الساعه طريقه الركوب الزناتيه هي الطريقه اللي مازال مستعمله في الفروسيه. الخيال الزناتي كيدخل رجلو في الركاب اللي كيكون قصير ومدلي فكيقدر يوقف على الركاب ويضرب ويرجع يجلس بسهوله، حيث هو كان عنده غير ترس ديال الجيل اللي كان يعرف باسم الدراقه. هاد الدراقة اللي نقدروا نلاحظوها في كل الرسوم اللي كتصور المغاربة في حروبهم ضد الأوروبيين كانت مستعملة بشكل واسع عند الخيالة، حيث كانت كتخليهم يطبقوا بسهولة طريقة الفر والكر في الحرب اللي كانت عند المغاربة بعربهم وأمازيغهم هي تكتيك حربي سهل المبدأ ديالو كيرتكز على الغفلة. في وقت غير محدد من بلايص غير متوقعة وعلى غفلة كيهجموا الخيالة مفرقين باش يدوروا بالعدو ويغنموا منه ما قدروا عليه، وكيف ما كيجيو على غفلة وبدون ترتيب كيرجعوا منين جاو فاش العدو كيعيق وكيهاجم. هاد التكتيك طبعا كان يكتسب بعد تدريب طويلة، وفي هاد التدريبات تخلقت واحد النوع من الفرجة بعد الباحثين منهم السدراتي ووالت وطافورني كيقولوا ان هاد الفرجة هي اللي خرجت حاجة قريبة من التبوريدة اليوم. هاد الفرجة كان اسمها ديك الساعة الجريد. المؤرخين كيقولوا لنا ان القصه بدات بالتدريب لعبه فيها جوج صفوف ديال الخياله كيوقفوا مقابلين مع بعضهم هزين عواد ديال الخيزران قصب على شكل رمح اللي كيسميوه الجريد، وهو منين جات التسميه ديال العرض.
خيل من الفرقه الاولى كيخرج من الصفبه ديالو وكيحاق لعند الصف الثاني اللي مقابل معاه وكيرمي بالجريد ديالو جهه واحد من الخيال الواقفين وراه خصو يوقف العود ديالو دغيا ويقلب الدوره. في نفس الوقت الخيال اللي ترمى عليه الجريد كيحاول يطيحو ولا يقلبو بالرمح ديالو ويخرج من صفبته ويتبع الخيال اللي رمى عليه الرمح كيحاول يلحقو قبل ما يوصل للصف ديالو والى ما لحقوش خصو يجر الجام عاودو ويقلب الدوره ويرجع للصف ديالو. كان كيخص هاد العرض يكون بسرعة حيث هكذا كيولي المحرك بين أخذ ورد بينك وفر. ومن هاد العرض القديم تولد في القرن 15 تقريبا واحد العرض فروسي آخر قريب أكثر من تبوريدا الحالية وهو مشهور حيث بسببه السلطة للمولى الرشيد اللي هدرنا عليه في حلقة العلويين توحيد المغرب واللي كان انتصر على كل شيء وكينتظر مستقبل مشرق فقد حياته فجأة بسببه. جاء في كتب التاريخ انه اثناء عرض فروسية الدار في القصر بمناسبه العيد الكبير السلطه للمولى الرشيد كان فوق العود ديالو ملي تعثر فجاه وطاح السلطان منه وقبل ما يوصل الارض عثر غصن شجره تخلو في راسه وتسبب في وفاته. هذا الحديث اللي كذكراته كتب التاريخ ما كانش الوحيد حول عروض الفروسيه اللي كانوا كيديروها المغاربه شحال هادي واللي هي قريبه من التبوريده ديال دابا حيت ورد ايضا في يوميات كتبت سنوات قليلا من بعد وفاه المولى الرشيد مذكرات كتبها اللورد الانجليزي السير جوهان ايفلين كيقولنا عليها السي عبد الهادي التازي في مقال ممتع كنكتبو في مجلة الأكاديمية أن هذا الكاتب الإنجليزي كان مندهش وهو يشاهد عرض فروسي بحديقة الهايد بارك عام 1682 بلندن. عرض حسب الوصف ديالو كان قريب للتبوريدة ديال دابا كان كيلعبو محمد بن حدو سفير السلطة المولى إسماعيل مع باقي أفراد البعثة ديالو. في الوصف غادي نعرفو أنه حتى ديك الوقت العرض كان كيدار بالرماح فقط لكن هادشي غادي يتبدل في القرن 17 ويرجع بالبنادق والمكاحل وهذا العرض هو اللي غادي يتسمى بالتبوريدة. إيميل كين شريفة وزان في سيرتها الذاتية قصة حياتي غتعاود لنا على عرض فروسي نواحي فاس حضرته هي والزوج ديالها. الشهادة ديالها هي من أوائل الشهادات اللي وصفت التبوريدة في القرن 19 اللي كان نفس القرن اللي جا فيه أوجين دولاكرو للمغرب. دولاكرو كان من الرسامين المستشرقين الأولى اللي خلدوا التبوريدة المغربية في لوحاتهم وهو اللي أطلق على التبوريدة اسم الفانتازيا بالفرنسية ربما لأن التبوريدة ديك الساعة بدات كتولي أكثر عرض فرجوي أكثر منه عمل حربي حيث ديك الساعة السلاطين المغاربة كانوا بداوا سعيهم لامتلاك جيش محترف يقدر يواجه التسرب الأجنبي لكن سعيهم هذا لم ينجح في الأخير وكما كنعرفوا فوائد الحماية. في الوقت اللي تفرضت فيه الحمايه كانوا البارديه اول وحدين قاوموا الاحتلال لكن ملي صافي دخل الاستعمار البلاد وتبدلت اساليب المقاومه بقات تبوريدة عروض فرجويه ضروريه للمواسم والاعراس والاحتفال بالضيوف المهمين. الكتاب المعمرين فاش كتبوا على تبوريدة وصفوا انها فخر ونبل الفارس المغربي وهذا اللي خلاها نوعا ما مهمشه خلال فتره الحمايه ويلا حدها المواسم وبعض المناسبات الدينيه. لكن مع فجر الاستقلال بدات هاد العروض كتعرف طريق الشهرة وربما الحدث اللي خلات تبوريدة تعرف عالميا هو العيد الميلاد 40 للملك الحسن الثاني. في هاد المناسبة اللي كانت عام 1969 2000 خيال لعبت البارود ألان لوبانو سماها فانتازية القرن ومن السبعينات حتى اليوم ولات تبوريدة من الحوايج اللي كتجذب السياح المهتمين بفنون الفروسية وبالفولكلور. هذا الجذب السياحي خلى البردية يكون عندهم واحد الهيكلة والتنظيم اللي وصلهم احترافية. الخيالة ولاو دابا كيهتموا أكثر بلباسهم وبخيلهم حيت السربات ولاو كيلعبوا في أماكن رسمية والناس اللي كتشوفهم كتشوف فيهم أكثر التراث المغربي. في النهار المعلوم كيبانوا الخيالة بلباسهم اللي كيشد الانتباه جلابة وقميجة بيضة مع سروال بيض غزة أو الشنف بيض أو الأصفر وسلعان بيض. كاين اختلافات ما بين القبائل مثلا ممكن تكون جلابة مخططة بالزرق أو بالخضر أو جلابة قهوية في هذه المنطقة أو أخرى لكن بالنسبة لجميع المناطق كل خيال كيكون محرف بخنجر وبسنيدقة فيها دلائل الخيارات كتاب الجازولي اللي كان في حزام كل جندي في عصر المولى إسماعيل. كل خيال جار الجام عودو اللي حتى هو بسرج من القطيفة المبرى أو من الجلد مطروز بالسقلي ولا سلوك الفضة وعليه الترشيح وهنا كتقاد الصربة اللي هي الفرقة الخيل وكيبدا المقدم أو العلام يعطي التعاليم ديالو حتى كيخرجوا البارود وأحسن الصربات هي اللي كتخرج البارود في وقت واحد كيكون فرسانها ماشيين في صف موازي وكيوقفوا خيلهم في الوقت المناسب قدام ضيف الشرف ديال العرض. هاد المعايير وغيرها هي اللي كتحدد براعة السربة على غيرها. في المواسم وحتى في المهرجانات كيف ما هو الحال في مهرجان تبوريدة اللي كتنظم الجامعة الملكية المغربية الفروسية بدار السلام في الرباط وكيحضروا فيها أفضل فرق تبوريدة في المغرب. التبوريدة مسجلة في اليونسكو على أنها تراث ثقافي غير مادي بالمغرب.
المغرب كان قدم طلب بإدراج هذا الموروث الثقافي في قائمة اليونسكو عام 2019، وفي جنبه عام 2021 وافقت المنظمة على هذا الطلب ودخلت سبوريدا فعلا للقائمة. إذا بغيتي تكتب رأيك في التعليقات فأنا غادي نختار أحسن 10 تعليقات ونهدي كل واحد منهم تيشورت بحال هذا، هدية ليه توصلوا في المكان. دابا قولي انت شنو بالك؟